مرحبا يو جايز، الفيديو اليوم انا كثير محمد اشاركه معكم لانه اليوم رح نبلش سيري جديده عندي اللي هي افري داي ميك اب كرمال شهر ابريل. سو اللي ما بيعرف مطرح ما انا بصور وبيتي هن محلين مختلفين وانا بخلي الميك اب كولكشن تبعي كلها هون، وباخذ معي شويه ميك اب برودكتس عندي على البيت تحت استعملهم، يا اما برودكتس قديمه تحت اخلي الميك اب كولكشن تبعي اون روتيشن، يا اما قصص جديده انا شريتها وصلت لي تحت اجربها. سو رح يصير كل شهر فرجيكم شنو البرودكتس اللي اخذتهم معي على البيت، ورح يكون هيك لايك ميني فلوج sort of vlog بنصوره سوا. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب، دعوا جرس هون حتى كلمه سبسكرايب لما تقفلوا الفيديو. عم طلع لكم 2 فيديوز بير ويك. على السريع ميك اب على وجهي، ما بعرف اذا طلع الفيديو او لا، اذا طلع رح احط لكم اياه بسوي تسكرين بخانه المعلومات تحت، وعلى طول بخانه المعلومات تحت بتلاقوا كل شيء حط على وجهي ديسكاونت كودز وين تلاقون وكثير تفاصيل غير. سو بدي اياكم تعرفوا انه عم جرب تو كيب ماي ميك اب كولكشن روتيشن. اذا بتعرفوا وبتحضر جلد الميك اب كولكشن تبعي رح احط لكم اياه بسوي تسكرين. عندي كثير ميك اب، كثير ميك اب ما بقدر انا استعمله ليترلي. سو اللي بجرب اعمله انه خلي الميك اب برودكت تبعي ان روتيشن، خلي معي فيو فاونديشنز غير اللي عم اشتريهم جديد وعم جربون فيو عشان بالت غير اللي عم جربون وجديد، غير القصص اللي عندي هون ماي بروجكت بان، رح احط لكم بروجكت بان 2024 بزيت سين بخانه المعلومات تحت غير هول. سو هيدا رح نصير نعملها كل شهر، وهلا خليني افرجيكم البروسيس اول ما وصلت لهون كيف فضل الاغراض شن الاغراض عم حطهم معنا، وبتمنى يعجبكم الفيديو. سو هيدي انا اول ما بوصل اي هاف 3 بوكسز تبع that stores بحط فيهم أغراضي، and I have this huge box كلها ميك اب. So first thing I need to do هو إنه فضي القصص اللي بقلبها، لأنه sometimes I take new stuff with me and sometimes I take old stuff حتى أنا ضلني حطيتهم in rotation واستعملهم. And I'm not able to open this one. This is heavy, 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 heavy. So all of these في هون عنا البرودكتس وكل شيء تحته، we need to put these away. والبوكسز تبع زاد اول وحده في عنا I think كل شيء new like the new ones. اه لا هدول تبع project pan items، هدول على طول بضلهم معي. These ones are my project pan items. اذا بهمكم تعرفوا شو هن البرودكتس in my project pan مع البرشز حطيتهم. My project pan بلاي ليست 2024 هو بزيت سكرين، ورح بتلاقوه بخانة المعلومات تحت. هيدي فيها كل شيء، بفرجيكم يوم بوكس باي بوكس كل شيء انا بحضرهم بجيبهم كـ اي كانسلز ماسكيراز اند اي لاينرز. اتس فيري كونفينينت انه بيصير بقلب هيدي فيني اخذهم معي، اند اف يو نو مي بحب احط الوان، ما بعرف اي ميك اب بتعمل، سو اتس فيري كونفينينت. واخر وحده هي القصص الجديدة يلي ريسنتلي وصلت لي او اشتريتها هني بهيدي البوكس، حطيتهم تحت كل نظمتهم. هلا سو ليتس ستارت. هيدي اكلت وقع معي في بقلبها اي شادو باليتس، اي دونت ثينك ذي ار افيلبل اني مور. سو ماسكة قلبي بايدي وعم بقول ان شاء الله يا رب ما يكون احسن لهم شيء. سو وي هاف ذا ليب برودكتس اللي هني اول شيء لحطهم لانه معبيين الدنيا فوق، وبس خلص هيدول we're gonna rotate. اكيد بخلي القصص الجديدة معي لانه I need to test هيدول products، بس we need to put older ones تحت نخليهم rotation، وهيدا رح اسوي لكم اياه بارت 2. So just part 1 عرفهم، I have a lot of items with me عم بسطبهم محلهم مش اكثر. وهلا انتبهت شغلة عملتها انه my camera was on the wrong settings كرمال هيك اوقات وقت عم برجع وقرب بالفيديوز الماضيين كانت عم تكون عم تركز على الباك جراوند تبعي مش عم تركز علي، which is a bummer. بس انه anyway at least عرفنا شو المشكلة. So خلصت التصوير انا and this is real what's happening. So حاطة ايربودز، مش ايربودز هدول تبع سامسونج بات بقلب دينية، وبدي فرجيكم انه عم بحضر فيديو لانه انا I have ADHD I need to do a lot at once حتى احس حالي عم بعمل شيء، وليكو الدنيا كيف تكون حوالي. So كل شيء محطوط لانه كنت عم صور، وهون هيدي هي البوكس اللي اخذتها معي تحت. سو في كم شغله على طول مجبور اكون عندي اياهم بالبوكس تبعي. اوكي كيب ان مايند انه انا عم بحضر يوتيوب فيديو وعم بقدر ركز معكم. سو
anyway اذا شوي تقطع تعرفوا ليه and it is the end of the night. So في عندي الماجنتيك لاشز, اذا بتعرفوا محل في عنده الماجنتيك لاشز please let me know. في عندي لاشز واللاش جلو وهيدول اذا بدي اعمل شيء ذات فانكي هيدول على طول باخذهم معي. هيدي شو بدكم فيها هلا بعدين بخبركم عنها. I have foundation mixers او drops, وحده تتفتح وحده تتغمق, وعندي كيو برايمرز للعيون, عندي هيدي سيتنج سبراي على طول محطوطه معي, هيدي كونتينر حاطه فيها باودر كثير بحبها لوس باودر من اسنس, وعندي تو فيس برايمرز. هدول على طول موجودين بقلب هيدا البوكس, باخذهم بشيل شيلهم وبحطهم وحط اذر برودكتس. هلا صار وقت عن جد نحط ميك اب برودكتس ان ذس حتى اخذهم معي بيكونوا لايك مونثلي افري داي ميك اب برودكتس انا بستعملهم وبجربهم. So كنت عم صور الكولكتيف هول, هولين القصص الجديد احنا محطوطين هون مثل ما انكم شايفين, وفي عندي هيدا الجرور في قصص كمان جديد. اذا بهمكم تشوفوا كيف نظمت الميك اب كولكشن تبعي you can see كيف انا منظمه الجوارير. So اللي عم فكر فيه انه I need to have a lot of the new items معي حتى عن جد يصير عندي ريفيو عنهم, مع انه في few items صار عندي like رأي كامل, بس I wanna try them one more time. So I wanna put a lot of these. So خليني نشوف قديش I can fit in this box. بحب استعمل بوكس شوي عالي تحت اذا بدي وقف هدول المينيز I can do that. كنت ناسي هيدا الاي برايمر كمان وهيدا البرا برودكت من فيستشنز فورمولا ما انا حطته. كفاونديشنز قررت حط هدول الثلاثه معي. سو هيدا سان جيرمان وصل جديد اند تو لوريال طلعوا لي از ا جيفت لانه ربحت حضرت شيء. سو اي هاف ذم ان اذر شيدز بس حابه اجرب هدول التو شيدز حتى اشوف كيف يكونوا ماتش علي. بلس اي هاف هدول في فتح وغمق فيهم الفاونديشن. سو رح كون عم باخذ معي ماكسيموم ثلاثه اوف ايتش ايتمز ما عدا اللبس اند ذا اي شادوز اكيد, بس انه كفاونديشنز هدول هن الثلاثه اللي اخذتهم معي هالمره. قررت حط هيدا الفاونديشن الزيادة مع انه كنت قايلة ماكسيموم ثلاثة لانه هيدا من ذا كيس براند لبنانية لزمان مش بستعملته, كنت عم بقول لحالي حب حطه استعمله انا عم شوف غراض اليوم قبل ما اعمل ميك اب. سو وي غانا هاف فور فاونديشنز وبلس عندي الفاونديشن اللي عندي ان ماي بروجكت بان سو ذاتس نايس. كونسيلرز قررت اخذ معي هدول الثلاثة اجان الكونسيلر من ذا كيس لانه حابة اخذ اكثر من هيدا البراند. دالي كونسيلر زمان مش استعملته and the chic lamb one و plus في عندي I think one concealer coming my way so I have the chance to try it. يكون معي أربعة وكمان أخذ معي البيكا كوركتور لأنه I love this corrector. هيدا سماتش بوكس اكس بيكا كوركتور بالفير لايت. البرايمرز already I have two الميلك and the elf one وردت اخذ مع هدول اثنين بلس في عندي two primers coming my way اثنيتهم انا طلبتهم. So two primers is more than enough بالنسبة لي. هيدا من السماش بوكس. ك under eye powders اخذ معي بس الميك اب فور ايفر one and the hourglass مثل ما قلت لكم اخذ معي هيدا الصغير اللي فيها من essence and I have the one in my project bag. So اذا عزلت تحت ثبت تحت عيوني I'm covered. هدول بالزيادة I need to use the one in my project pan و plus هدول بدي بعد اختبرهم one more time قبل ما اقطع عنهم review. كبلاشز قررت احط معي هدول اثنين, هيدا البيكسي اون ذا جلو بلاش وهيدا الدوب تبعه من روبي بيوتي. هيدا الشيد روبي من اثنيناتهم على فكرة, ما بعرف ليش الكاميرا مش عم تعمل فوكس بس anyway هدول الاثنين اوريدي انا عملت تيك توك فيديو كومبيرينج شيد جوسي بروبي بيوتي شيد جوسي وهدول اوريدي مكونه رأي عنهم بس بعد ما صورت اي ريفيو سو رح خليهم هون. سو هدول التو بلاشز اخذتهم معي بلس اخذ معي ذا زينا بلاش سو اي كان تيست مور هيدا بالشيد 30 ما بعرف ليش عم تعمل فوكس تاتش اوف برونز. عندي هيدي الباليت فيها فور بلاشز مستعمل جست وان اوف ذم وهيدول تو باليتس كل وحده فيها وان بلاش وهيدي فيها تو بلاشز. سو فور بلاشز ام كفرد وذ ذيز. كهايلايترز رح اخذ معي بس ليكويد هايلايتر سو هيدا جديد من ايف موريل انا جايبته و اي ثينك شيدز روب اي ونا تراي ذيز سايد باي سايد تبع رير بيوتي ما بنعرف اتس دوب اور نوت وير غانا سي اباوت ذات سو بنحطهم و اي ونا هاف ذيس وان. هيدا من ميك اب ريفولوشن نو فوكس على الكاميرا بس انه هيدا بشيد شامبين ستروب شامبين. سو هيدا كمان الهايلايتر اللي اخذته معي. كبرونزر سلاش كونتورز عم فكر اخذ واحد من الشي جلام
بدي اخد تيراكوتا اللي هو الليكويد وان. انا ام جونا تيك ذيس تو، هيدا الايف موريل وان اللي زمان مش استعملته، هيدا بالشيت 6 و وهيدا الهولا برونزر. لا الهولا برونزر مش من زمان استعملته، سو ام جونا تيك جاست تو، اتس مور ذان انف، لانه اي هاف برونزر ذات اي لاف بلس بهيدول البالتس. في عنا one bronzer بهيدي، one bronzer بهيدا، plus one highlighter بكل واحد powder highlighters. كفيس باليتس maybe next time I will take face palettes، هالمرة ما رح اخد. هلا let's move on to setting spray and face powders. Face powders عم فكر اخد بس الجديد عندي، سو هيدا انا سربتها تحت عيوني، بس هيدا مفروض تكون for face، سو رح اخدها هي وهيدي. و I wanna have one powder just in case خلصت الباودر يلي عندي in my project pan. سو هلا بعدين بشوف كيف بظبطهم. سو ليتس سي ويتش باودر باخذ معي. I'm gonna take this one من جوسي بيوتي البرنسس وان. وبالنسبة لسيتنج سبريز عم اخذ السيتنج سبريز الثلاثة يلي بعد ما كونت رأي عنهم، تبع شي جلام، تبع بروفيشنال، وتبع زينة. البرودكتس رح نتركهم فور انذر تايم. هلا بدنا نحكي عن البراوز اللي بدي اخذهم معي، اند ذن ذا اي شادو باليتس. بتعرفوا كم مرة اخدي هيدا وهيدا 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 معي تحت اقارنهم ببعضهم، لانه هن ذا سيم. هيدا الالف طلع هيدول منو منزوع، بدكم تحطوه بمي دافية بيرجع مثل منو. And these I wanna compare هدول الخمسة ببعضهم، صرت اخدتهم معي مليار مرة. I'm not doing that. So we're gonna change this time، مش رح ناخدهم، رح ناخد شي تاني. للحواجب قررت اخد معي ثلاثة برودكتس. أول شي هيدي الملو باي روبي روز، هيدي براو ماسكارا كلير. أخدت معي كمان الروبي روز فول براو جل. ما عم تعمل فوكس الكاميرا لو شو ما بعمل. ليه ما بدك تساعديني اليوم انت تتعملي فوكس؟ ليه ما عم تعملي فوكس؟ فوكس. اوكي فول براو جل اسمها هيدي. واخر شيء اخذت زينة براو بنسل. نجرب نشوف كيف بدي اخليها تعمل فوكس. اوكي I think now it's gonna focus. أبيض in the background. زينة sculpting brow pencil waterproof. So إذا بحاجة عبي حواج رح استعمل هيدا، وبثبت حواج بيا أما بكلير براو ماسكارا يا أما بتبع روبي روز. هلا عم فكر I wanna have this bronzer with me. خلينا نحطه ليش لا. هلا كأيشادو باليتس هيدا حب أخدها معي one more time تحت استعمل قبل ما أقاطع عنا ريفيو. وعبالي اخد شي colorful لانه I wanna have something that's colorful in my makeup. سو مش عارفة اي palette بدي اخد معي. I have these، ما في افتح كل الجواري بتصير تقلب هيدي لقدام. And I have this drawer في on color makeup. So let me decide like two palettes او ثلاثة او اربعة او خمسة وشي في glitter. Like this one is always with me لانه بحبها. إذا بهمكم تعرفوا شو هن البرودكتس يلي على طول بحب خليهم معي no matter what. I'll show you شوي منهم اليوم، بس إنه I can show you more. هيدي مثلا أكيد رايحة معي، سو خلينا نحطها and then decide شو هن البالتس بعدين بدنا ناخذهم معنا. قررت آخذ معي هول الأربع بالتس، هول اللي زمان مش استعملتهم من جي كات. سو هدول ديا أنوتشي بالتس. سو في عندي the blue and green one، the purple and pink one. عملوا قعدني لحظة، تلت وحدة هي هيدي the rainbow one، وهيدي من الفوكالور اللي زي مش استعملتها بارس كتير حلوة. So I'm gonna take هيدول معي. So I have options for any color I wanna do. عم قاوم انه حط هيدول الثلاثة من LA Girl معي، بس بتعرفوا الشغلة هيدول I use them non-stop مثل البالت الجليتر تبع LA Girl. So هيدول going with me as well. هلا بعدين بظبط حتى ظبط كل شيء. بضل في عنا ينسي تخبركم هيدا حطيته على جنب، هيدا سامر خوزامي نيو بلاش هايبريد هايلايتر بالشيت بينك كوزمو. سو هيدا كمان اكيد رايح معنا لانه هيدا بعد ما جربني بعده بابل رابت. اوكي هو في كتير ميك اب جديد يعني اول فيلم دم بس يوصلوا قبل ما نزلكم هيدا الفيديو اول قدام as well in the video. بضل عنا هيدول the most recent products انا عندي هون. So في عندي كمان هون لحظة هيدول. اوكي I need to pick few وشوي من اللي قدام عندي لانه اللي قدام عندي ما عم بستعمله لانه I have a lot of new products non-stop. هلا قررت احطهم بهيدي البوكس قبل ما احطهم هون تحت افرجيكم اياهم. قسمت ليب اويلز اند ليب جلوسز مع بعضهم، اند هيدول
حطيتهم قبل. هدول مات ليكويد ليبستكس الاربع شيز اللي بعتوا لي اياهم سان جيرمان. I need them with me. هلا كا glosses and lip oils. اول شيء عندنا هدول set of 5 lip oils من اسنس. I wanna try them even more so اكيد حطيتهم معي. And the new lip oil من عند روبي بيوتي. هيدا الابريكوت وان اي ثينك. ايه بدي اياه. والثلاثة glosses اللي عندي اياهم من لفتر جلوس من ميبيلين كمان بدي اياهم. الثلاثة what the fake من اسنس انا بدي اعمل لكم comparison بيناتهم. و the two glosses اللي عندي اياهم من زينة كثير حلوين كمان بدي اياهم يكونوا معي. بالنسبة للبلاينرز حطيت معي الأربعة البلاينرز جايبتهم أو آي سلاش ليب لاينر جايبتهم من عند روبي بيوتي. عندنا شيد 31 32 38 و 20. هدول هن الأربع شيدز. على طول بدي يكون معي الكوكوا من دالي كثير بحبه أكيد معي اللي عندي in my project plan كمان موجود معي. وفي عنا هون شارلوت تيلبري ووك اوف نو شيم الالف نيود وان اي ريد وان من عند كيس كتير بحبه. اند ذس برن كورال من عند سان جيرمان اسمه برن كوراي. هدول هن رح يكونوا ليب لاينرز معي. هلا للبوردر ليب كولرز في عندي هيدا من لوريال رقمه 336. في عندي هيدا ال 245 هيك بيجي الوانهم مثل هون وهيدا مثل الباكج. هيدا من ريفنو عملت عنه فيرست امبريشن على تيك توك. الفورمولا بتعقد بس اللون كان نوت ماي كولر سو اي وانا شو يو هاو يو كان ميك ذيس كولرز ورك. في عندي هيدا من شارلوت تيلبري ووك اوف نو شيم لانه حطيت الليب لاينر تبعه قلت كمان بدي احط الليبستيك. في عندي هون هيدا من بيكسي نورنجي شيد كيف عنا تارت ماراكوجا جوسي لبس هيدا مثله بس على نورنجي شيد. واخر شيء في عندي هيدا نسيته كليب اويل من الف كمان بدي خليه معي لان ام كرنتلي تستنج ات. في عندي فيو ليب اوبشنز هيدول كلهم نفس الشيء بيرطبوا الشفاف كلهم نيودز. في عندنا فيزيشنز فورمولا لوريال روبي روز وتارت هيدول اخذتهم معي. في عنا هيدا ايمات ليبستيك بكريون شيب من روبي بيوتي وعنا هيدا لك بولدر شيد لحظة من كاتريس بدي اكون اخذته معي. الشيد عم جرب افرجيكم اياه هيك اللون. بليز اعملي فوكس بليز ما بقى جارسينا اليوم ماي كاميرا از نوت فوكسينج بركي هون شايفين هيدا الشيد. هيدا هو الشيد هو شيد نمبر 80 من كاتريس. غير انه اخذي هولي مثل ما قلت لكم في برودكت اوريدي وصلوا على البيت عندي بس انا بعد ما وصلت على البيت حتى افرجيكم اياهم. سو هدول رح بزيدهم على هدول رح اعمل لكم اياهم اسوي لكم اياهم كمان فوتج ولحط بعد الميك اب براشز تبعي فوق هول اكيد من بعد ما ظبطهم. وبدي ضب كمان الغراض تبع بروجكت بان اخذهم معي على طول. الغراض تبع بروجكت بان هن معي بلس في هيدي لحظه حتى اجيب لكم اياها افرجيكم اياها. هيدي الغراض فيها كل شيء ك ليكويد اي لاينرز اي بنسلز اند جاي لاينرز اند ماسكاراز. هيدا على طول معي. سو هدول هن الميك اب لوت اوف ميك اب اي نو بس انه ام اكسترا اللي رح كون عم باخذهم معي فور ماي مونثلي افري داي ميك اب ويتش از ا لوت بس ات ليست اي ويل يوز ون اوف ذم. سو ليب اويلز انا بستعملهم خلال النهار انا ام غانا تراي تو يوز ات ليست الهول ليب برودكتس two times. هيدا اللي عم فكر كل شيء معي I wanna use at least one to two times حتى أقول إنه yes I did use them أو بما إنه مش أخذت معي كتير it is doable بالنسبة لي. وهيدي لمحة سريعة عن ال current makeup يلي هن جديد عندي يا أما أنا شريتهم يا أما واصلين for free. ماني رح فوت بالتفاصيل لأنه هدول كلهم بتشوفون بالكولكتيف هول بس قلت لحالي سنس وعدكم فرجيكم شو القصص الجديدة اللي واصلين لي عم بعطيكم لمحة هيك overall عن products. وهيك بكون فرجيتكم شو هن ال everyday makeup اللي حاخدهم معي أنا كرمال شهر April خليهم معي بالبيت April slash أول ماي هيك رح نقول. So بهالطريقة بكون realistically عم باخد معي products that I will use لأنه إذا بدي أخد معي 5 foundations 6 foundations 7 foundations not gonna use them. So عم جرب إنه أنا عن جد كون realistic عم باخد معي products بعرف لحالي إنه على الأكيد رح استعمل هدول products at least once أو توايس بالفترة اللي هنا معي. إذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين تشوفوا مني هيدا السيري كل شهر صور لكم إياها بليز ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو لأنه your likes your comments هن اللي حبيخبروني إنه هيدا الشيء حبيتوه حابين تشوفوه كل شهر مني وأكيد أنا رح كون بقلب هيك مبسوط عم صور لكم إياه كل شهر. كمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي دووا جرس هون حتى تكونوا سبسكرايب تنضافوا الفيديو وتعملوا شير لهيدا الفيديو مع رفقاتكم it does help a lot. بدي أشكركم على وقتكم الثمين قضيتوا تحضروا هيدا الفيديو بهذا الوقت كان فيكم تعملوا 100 شغلة بس أنتم هون ما عم تحضروا الفيديو للآخر. And I love you a lot for that. وإن الله رد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.